أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن هجوما استهدف عرضا عسكريا في الأحواز جنوب غرب إيران. ونقلت وكالات إعلامية أن الهجوم أسفر عن مقتل 24 شخصا بينهم عناصر من الحرس الثوري وأصيب أكثر من 60 شخص. من جهتها أشارت وكالة تسنيم إلى مقتل 10 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في حين أفادت أنباء محلية بمقتل الحارس الشخصي لقائد قوات الحرس الثوري في محافظة الأحواز الإيرانية. من جهته أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن 3 من المهاجمين قتلوا في موقع الحادث، ولحق بهم الرابع بسبب خطورة إصابته. خبر زبان.